ولمزيد من النقاش حول تداعيات ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع العراقي وآثارها بعد جريمة قتل مدمن لعائلته تحت تأثير تلك المخدرات، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من جنيف الأديبة والإعلامية ذكرى محمد نادر. سيدة ذكرى، مرحبا بك معنا. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. في جريمة غريبة ونادرة على المجتمع العراقي، شاب مدمن على المخدرات يقتل أفراد عائلته الخمسة في النجف، وهذا في الحقيقة يطرح العديد من الأسئلة حول هذه القضية، وهو كيف يمكن قراءة الجريمة وخاصة أنها ترتبط مع إدمان المخدرات؟ عزيزي، هذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. من هو المسؤول عن هذه الجرائم؟ من هو القاتل الحقيقي خلفها؟ هل هو الشاب اللي ارتكبها وقتل عائلته؟ أم تاجر المخدرات الذي تسبب في إدمانه وسلبه عقله وضميره وإنسانيته ووجدانه ودفعه لأن يصبح وحشا مفترسا يقتل أهله؟ الآن أنا بنظري أنه هذا الشخص الشاب الذي ارتكب هذه الجريمة هو ليس القاتل الحقيقي، هو أداة الجريمة، لأن القاتل الحقيقي بعيد عن يد القانون، لم تطله يد القانون. هذا الشاب اللي قتل أهله بسبب إدمانه أو بسبب خلافاتهم معه على إدمانه هو ضحية، مثل ما العائلة نفسها ضحية. وهذا مصير الشباب العراقي، هذا المصير الذي يعني للأسف أنه سيكون واقع حاصل بالمجتمع العراقي. نعم، يعني كأنك تشيرين أن هناك صناعة منظمة للمخدرات في البلاد، وبالتالي هناك من يتعمد قتل المجتمع العراقي والشباب العراقي بصفة خاصة. يعني كأنك تقولين أن هؤلاء المدمنين هم ضحايا أكثر من أنهم يعني مجرمون. جالي مشروع تدمير العراق، هدف الاحتلالين الأمريكي والإيراني، الهدف غير المعلن هو تدمير وتفكيك المجتمع العراقي من خلال حدوث انقلاب أخلاقي بنيوي في بنية المجتمع العراقي، ونسف من داخله، نسف من داخل البنية الأسرية والاجتماعية من خلال تهديم الطوق الأخلاقي والقيمي لكل ما كان هو معروف وسائد داخل هذا المجتمع الذي كنا نتباهى حقيقة بمحتواه الأخلاقي. العراقي كان يعرف عراقي أبو الغيرة، الآن مع مرض وآفة المخدرات أين تصبح الغيرة؟ أين يصبح العنوان العراقي ضمن هذه المعادلة؟ الحقيقة أنه هذول الاحتلالين هيئوا ظروف المرض وألغوا وسائل المعالجة، بدليل أنه هناك مرض خطير يتهدأ، مرض أخطر من الإهراب والإرهاب وأخطر من الفساد، لكنه ليست هناك وسائل لمعالجة هذا المرض. وهذا يحيينا إلى سؤال مهم سيدة ذكرى، وهو السؤال عن أن ذلك قد يكون حالة من الهروب المجتمعي من هذه الأزمات التي يعيشها المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة. العراقي يعاني من أزمات تلو الأزمات، وأزمات بدون حلول. أفق الحلول محدود، أفق الحلول يكاد يكون مختفي. هناك يأس، هناك بطالة، هناك اكتئاب، هناك عنف أسري، هناك انعدام بالعدالة الاجتماعية، هناك انعدام بالحقوق، حقوق المواطنين، هناك انعدام بالفرص الممنوحة للشباب. كثير من المحبطات التي تحيط بحياة الشاب العراقي تهيئ له العصابات المنتشرة، عصابات المخدرات ومروجيها، يهيئ له فرصة للهروب. أكيد أنه هذه هي محاولة الهروب. وأيضا أحب أن أشير لحضرتك أنه هناك محاولات إسقاط الشباب العراقي بفخ المخدرات دون علمهم، أحيانا من خلال المقاهي دسولهم المخدرات بالأرجيلة أو بالسجائر أو معرف الطرق اللي يتعاملون بها وياهم، وثابت أنه المخدرات بالجرعة الثانية يصير مدمن
مدمن عليها الشاب. فإذا هناك من يقف سيدة ذكرى وراء هذه الصناعة المدمرة؟ يعني واضح جدا أنه المستفيد من انتشار هذه الآفة هم المسؤولين عن هم المستفيدين منها. العصابات المسلحة ما يسمى بالميليشيات وأنا أسميها عصابات مسلحة التابعة لجارة السوء إيران هي المسؤولة عن دخول هذه المخدرات، هي المسؤولة عن ترويجها، هي المسؤولة عن إنقاذ المجرمين اللي وتجار المخدرات. يمكن حضرتك أكيد قرأت بالأخبار كيف إن العصابات المسلحة أنقذت تاجر أكبر تاجر مخدرات بميسان كان في طريقه إلى المحاكمة، جت وأنقذته من أيدي الشرطة اللي وقفت لا حول لها ولا قوة وسلمتهم باليد، ذهب مع العصابات المسلحة تاجر المخدرات صار سليم. فمن المستفيد؟ المستفيد هم المجرمون. نعم. يستغلون هذا التهاون الرسمي، هذا التخاذل والتهاون من قبل الجهات الأمنية والجهات الحكومية والجهات الرسمية، مستفيدين من هذا الفوضى اللي موجودة داخل المجتمع العراقي. ماذا عن دور الحكومة سيدة ذكرى؟ يعني نحن نقرأ الآن إحصائية صادرة عن سجن الناصرية فقط تتحدث عن 700 نزيل محكوم بتهمة التعاطي أو المتاجرة بالمخدرات. يعني هل الحكومة دورها أن تفتح سجون وليس إصلاحيات، فقط سجون لتحتوي هؤلاء الضحايا بين قوسين وبعضهم من المجرمين، أم عليها أن تحارب وتشن حربا حقيقية على تجار المخدرات وتلك العصابات التي تحدثت عنها؟ كل الحكومات التي جاءت بعد 2003 حكومات الاحتلال التي جاءت بعد الاحتلال لم يكن هناك لديها ولا حتى مشروع واحد حقيقي لإنقاذ العراق أو لمعالجة مشكلة أو لمحاربة آفة فساد أو أي حالة مرضية أخرى تنتاب المجتمع. ما يمكن أن تشير له إن هناك إهمال ربما متعمد أو ربما فقط لعدم شعورهم بالمسؤولية تجاه هذه الآفة التي تتهدد العراق، بدليل أنه لحد الآن ليست هناك إحصائية حقيقية لمعدل المتعاطي. هناك تقديرات رقمية لمن يتعاطون. عثمان الغانمي وزير الداخلية قال أنه 50% من الشباب العراقي، أكد المجلس القضاء الأعلى على هذه الشغلة، وهم أنفسهم يقولون إنه هذه الآفة تنتشر بالمناطق الجنوبية من العراق وبالمناطق الفقيرة من العاصمة. فإذا هذا المرض ينتشر بين الناس الذين بدأت آمالهم تضيع، بدأت خيباتهم ويأسهم بالحياة يعني يزداد يوم بعد يوم، وليست هناك آفاق مفتوحة لهم لتغيير حياتهم. أيضا أحب أن أشير شغلة جدا مهمة لاحظتها مؤخرا، هذه العصابات المسلحة وعصابات المخدرات تحاول أن تنشر وباء المخدرات بين المجتمع العراقي كي خصوصا لاحظ إنها تستهدف الشباب، أعتقد لأنها تحاول أن تمحو أو تسحق الهمة الوطنية التي صاحبت يقظة الشباب في ثورة تشرين. نعم، وهذا أمر مهم للغاية. أشكرك جزيلا السيدة ذكرى محمد نادر الأديبة والإعلامية، كنت معنا من جنيف.